لكن تنفذ ايه على العالم التاني؟ تنفذ ايه على القوة الخفية؟ تنفذ ايه على العمل السفلي؟ كنا بنعتبر انه الامر كله عبث لا يهمنا ابدا ولا شأن لنا بيه، ان يتقال الشبكة مقفولة، القفل ضاع، ما عرفش ايه، كل الكلام ده احنا ما لناش علاقة بيه. لكن لما الامر يوصل اتهام النادي الاهلي انه بيكسب بهذه الاعمال السفلية من خلال مدير الكورة واتهامك المباشر لمدير الكورة، تتهم الاهلي وتتهم مدير الكورة كمان في النادي الاهلي انه هو السبب المباشر في كل اللي بيحصل. اتهام رئيس نادي الزمالك لقوة كتيرة بان هي وراء اعمال السحر تبدو مجمعة، نشوفها لانه مش سيد عبد الحفيظ لوحده، ونرجع نشوف حقيقة العمل السفلي والشبكة المقفولة ايه. تاني بقول بالاسم اهو، جايب ولد غني خلي بالك، وجايب ولد عايش في اسكندريه، ممنوع نادي الزمالك كوره عنده تخش جوه. وانتوا شفتوا الماتش ده واللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه، الشبكه مقفوله في الوقت اللي النادي الاهلي جاب محترم. طبعا جمهور الاهلي جمهور عظيم وعنده لعيبه كبار جدا، لاول مره في تاريخ الاهلي 8 من 12 لعب 24 بوت مش كده، والاول مره نخش فيها الا جون واحد. فايلر الفاشل واقف ذهول الراجل، كل ما يجيب جون الراجل مش مصدق لانه جاي من بره. وانا وريتكم السحر الاسود اللي معمول من سيد عبد الحفيظ، تاني بقوله وده كفر. والولد اللي اسمه العتال وابوه، والولد اللي اسمه ايمن عباس وابوه اللي هو ممدوح، تمام؟ اكيد ده قلته قبل كده. وفي نادي تاني كان اتغلب 5 ماتشات ورا بعض، تمام؟ والراجل المدرب بتاعه قال لك انا اوجع دماغي وشلوني، راح بنفس الطريقه بيبقى مغلوب 2 ويجيب 3 ويغلب بال4. هو ده الكفر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. باتش اليوم اللي يلحق يجيب ساحر اقوى من الثاني هو اللي بيكسب، تمام؟ اديك شفت الكره، ماتش محمود على الكره متشاطه عادي، لو ثبت عادي جت في رجله جت دخلت جول، مش ده اللي حصل؟ الاخ على السليه بيشوط كره عشوائيه جت في واحد من جت جول. فاحنا دي مش رياضه. تاني بقول اهو على مسؤوليتي، ده كفر. هي زي ما بقول لك، يعني الموسيقى في اسمها حاجه اسمها كريشندو، تصعيد الصوت، يعلي 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 ما يجيب اخره. فانت عمال الاول بالتحكيم، الاول الدوله، الاول المؤامره، الان التحكيم. هو ده مش عارف اذا كان في حاجه تانية. ده لا كده احنا وصلنا للجن والعفاريت. كريشندو يعني جينا في الاخر بقى لازم ننزل بالتون شوية. موضوع السحر موجود في القرآن، بس هو دلوقتي بقى كفر. خلي بالك، لأن في وقف عند الكلمة دي، أنت لازم تكون جايبها، هزعل منك لو ما جبتهاش. طيب هو مين اللي كان بيلجأ للسحر بالظبط؟ واخد بالك؟ لكن الفكرة كلها، ما دي تهدوا لإنها يا جماعة. هو ده هيبقى في دوري تاني خالص لو كل الناس لجأت للسحر. هيبقى في دوري الصحراء والجدع بقى اللي يعني يقابلني. لا، وهيبقى في صحراء محترفين وده سعره يوصل كذا وده سعره. فرقة عفركوش تكسب. ومين هو وجاب كام بطولة، والسحر التاني جاب كام بطولة؟ يعني قصة تانية بقى. ونقعد احنا في بيوتنا ولا نجيب لعيب ولا نعمل حاجة؟ بلاش المصاريف. انت سوقك اللي هتضرب انت. ها؟ يعني مش هتبقى مهندس الصفقات. لا، ما هيجي واحد تاني شيخ بقى، البس عمة واقعد. هيجيب عفريت الصفقات. أيوة. هيجيب حد يجيب العفاريت. شيوخ هي اللي هتبقى ماسكين التسويق الرياضي. فانت يعني حاجة غريبة يعني.